اختتمت في الرياض القمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي وقادة الدول الإسلامية، وأكد البيان الختامي للقمة على تأسيس شراكة وثيقة لمواجهة التطرف والإرهاب وإدانة دور إيران والتصدي لتدخلاتها. وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن بيان القمة يؤكد على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن الطرفين دخلا مرحلة جديدة بعد قمة الرياض.